نبدأ وتفاصيل أكثر طبعا مشاهدينا حول الأوضاع في سوريا. تنضم إلينا الآن من دمشق مراسلة المملكة جوليا عوض. جوليا، لو بدأنا بالتقدم السوري في مناطق في الشمال السوري، آخر التطورات الميدانية في تلك المنطقة؟ نعم طارق، يتابع الجيش العربي السوري عملياته العسكرية في ريف إدلب، حيث تمكن من استعادة السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال الاستراتيجية، كان آخرها استعادة السيطرة على بلدة آفس التي تقع إلى الشمال الغربي من بلدة سراقب، وبات الجيش السوري الآن يطوق هذه المدينة بشكل كامل. طبعا أهمية بلدة سراقب كونها تقع على الطريق الدولي دمشق حلب، هذا الطريق ذو الأهمية الاقتصادية، إضافة إلى ذلك كانت الفصائل المسلحة تتوجه من البلدات التي كان الجيش السوري يستعيد السيطرة عليها وتقوم بالتمركز في هذه البلدة، ومنها كانت تنطلق عمليات الإمداد إلى باقي الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في ريف إدلب. في آخر التطورات أيضا هناك كان مصدر رسمي تحدث اليوم وأدان الإجراءات والتصرفات التي يقوم بها النظام التركي، حيث أرسل تعزيزات دخلت الأراضي السورية وقام بإنشاء نقاط جديدة في محيط بلدة سراقب، كذلك في انتشرت القوات عدد من القوات التركية في تفتناز وفي بلدش وفي معرض مصرين. أدانت جهات رسمية هذه التصرفات التي تتناقض مع اتفاق أضنة وتقوم بتقديم الدعم للفصائل المسلحة بدل من المساعدة وتقديم التسهيلات للقضاء عليها. كذلك هناك معلومات لا نعلم مدى صحتها أن قوات الجيش السوري أطلقت ضربات باتجاه مطار تفتناز العسكري الذي قام النظام التركي بإنشاء محطة جديدة وهي دون إصرار الجانب الروسي. أيضا بالتطرق إلى المدنيين المتواجدين في تلك البلدات التي يعمل الجيش السوري على استعادة السيطرة عليها، هناك أعداد من المدنيين تحاول الخروج من هذه البلدات، لا سيما أن الجيش السوري كان قد فتح ثلاث معابر في الحاضر بريف حلب وكذلك في أبو الظهور وفي أيضا معبر ثالث لخروج المدنيين المتواجدين في هذه البلدات. نعم جوليا، لأن الفصائل المسلحة منعتهم من الخروج لاتخاذهم كدروع بشرية وقامت بحفر الطرقات التي نعم تؤدي إلى هذه المعابر. إذن الأوضاع ما زالت متوترة في منطقة الشمال السوري. جوليا عوض، مراسلة المملكة من دمشق، شكرا جزيلا لك.